صباح الخير وصباح النشاط وصباح الأجواء الحلوة، سواء خارج الاستديو أو أيضا داخل الاستديو. عندنا أجواء مع فقراتنا المميزة في حلقة اليوم من برنامجكم شاي الضحى. بداية حلقتنا اليوم راح تكون خاصة عن البيئة ودورنا جميعا بضرورة الالتزام والحفاظ على البيئة البرية، لا سيما مع اعتدال الطقس. ويسرنا أن تكون معنا في بداية الحلقة في هذه المداخلة الهاتفية الأستاذة شيخة الإبراهيم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة. صباح الخير أستاذة، وحياك الله معنا في برنامج شاي الضحى. صباح النور أختي فاطمة، حياكم الله. في البداية ودنا نتكلم عن كثرة الكشتات الربيعية اللي قمنا نلاحظها ليقومون فيها المواطنين والمقيمين أيضا بعد قرار منع المخيمات خاصة. هل تم وضع خطة لمتابعة المخالفات أو التجاوزات الخاصة في البيئة؟ أول شيء صبحكم الله بالخير أختي فاطمة، ومشكورين على هالمداخلة الهاتفية لتوضيح بعض الأمور، خاصة بعد القرار اللي طلع أو بعد التصريح اللي طلع من قبل الهيئة العامة للبيئة. نعم. صحيح، في خطط وفي طبعا حملات تفتيشية على مدار الأسابيع والأشهر، خاصة في موسم التخييم، مو بس في السنة هذه، السنين اللي طافت، بالتعاون طبعا مع بلدية الكويت. في حملات تفتيشية من قبل الضباط القضائيين وبالتعاون أيضا مع شرطة البيئة للوقوف على مدى التزام المواطنين والمقيمين في تطبيق الاشتراطات التخييم. فلاحظنا في الآونة الأخيرة ما شاء الله، بعد قرار منع التخييم من بلدية الكويت، يعني الكشتات البرية صارت وايد، صح، خاصة في المناطق البرية وبالأخص في صوب منطقة صبية. فنعم، الحملات التفتيشية على مدار الأسبوع موجودة من قبل الهيئة العامة للبيئة. يعني في متابعة. في متابعة طبعا، في متابعة. وأيضا لاحظنا للأسف الفترة السابقة بالكشتات، الناس بعد ما تخلص تترك مخلفاتها ونفاياتها في مكانها. هذه نقطة يعني اللي ودي أيضا نتطرق لها، هل في مخالفات راح تكون خاصة بهذه الحالات؟ طبعا في مخالفات اللي هي ربي المخلفات في غير اماكنها المخصصه وفق الماده 33، تطبق طبعا في حال عدم التزام المواطنين او المقيمين في عدم ربي في الاماكن المخصصه. نتمنى اكيد ان الكل يلتزم بالقانون وايضا يحافظ على البيئه، يروح يستمتع في المكان ويتذكر انه هو راح يرجع يقعد في هذا المكان، فمثل ما وصل والمكان كان نظيف والبيئه نظيفه، ايضا المفروض يترك المكان نظيف. قرار مخالفه اشعال الفحم في ارض البر والغرامه الماليه، ودنا نتطرق لها ونتكلم عن تفاصيل هذه الغرامه الماليه. اختي فاطمة، يمكن في البعض ما فهم يمكن المقصد صحيح. احنا ما نتكلم ان نقول الفحم ممنوع في البر، لا، انت اطلع واكشت وحط الفحم، بس خلي يكون في فاصل ما بين الفحم وما بين التربة. ليش؟ لان النار تأثر على خصائص التربة، تأثر على الكائنات الدقيقة اللي موجودة في التربة، وايضا على الجحور الخاصة في الكائنات الحية. احنا كهيئة العامة للبيئة لما كنا نطلع في السنوات السابقة في موسم التخييم، في اشتراطات فنية احنا نطبقها. على سبيل المثال، الروف ممنوع، الاسمنت ممنوع في التخييم، الحفر ممنوع في التخييم، وايضا كان من ضمن الممنوع ان تحط الفحم على التراب. الحين لان الناس قاعدة تطلع تخيم، ما في مخيمات ثابتة لهم، فكانت المخالفة الوحيدة الواضحة سالفة النفايات والفحم اللي على التربة مباشرة. لذلك احنا ركزنا عليها هالسنة، انه يا جماعة اطلع واكشت واستانس، لكن من تخلص شيل فحمك اللي يكون معزول ما بين الفحم والتربة، واخذه معاك مع النفايات اللي مرض انت ترميها، ما تخليها في البر. يعطيكم ألف عافية على كل هذه الجهود. أكيد أستاذة شيخة، عندك كلمة أخيرة حابة توجهينها لكل متابعينا في برنامج شاي الضحى؟
أتمنى من جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة تطبيق قانون حماية البيئة والمحافظة على بيئتها من جميع جوانبها، ويساعدون إخوانهم وأخواتهم الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة لتطبيق هذا القانون واحترامه، لأن بالنهاية المنفعة لنا ولديرتنا ولصحتنا. طبعا يعطيك العافية، شكرا على تواصلك معنا من خلال فقراتنا في برنامج شاي ضحى. شكرا أستاذة الشيخة، حياك الله، يعطيك العافية. نذكر ونوه لكل متابعينا في برنامج شاي الضحى أن ممكن تروحون تستمتعون في كل كشتاتكم، لكن نحافظ على البيئة، نترك المكان نظيف، وإذا نبي نشعل نار يكون معنا دواء أو أي مادة عازلة ما بين الفحم والنار والتربة. راح نطلع هذا الفاصل وبعدين نتواصل معكم في برنامج شاي الضحى.